السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح السعادة والجمال على كل متابعي قناة البلد الفضائية في مشوار صباحي جديد، صباح مفعم بالحيوية والنشاط والجو الجميل الخلاب المنتشي بيخلينا دائما نسرح وبيدينا طاقة إيجابية في كل صباح. فصباحكم خير وين ما كنتم بتتابعونا، داخل الخرطوم، خارج الخرطوم، خارج الوطن الحبيب، كل التحايا كل الاحترامات لكم في خامس أيام العيد المبارك، عيد الأضحى. ربنا يعيده علينا وعليكم باليمن والخير والبركات وبكل صحة وسلامة، والقابلة كده إن شاء الله في عرفات والمشي الحج ربنا يتقبل منهم ويجوا راجعين سالمين غانمين، حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا بإذن الله تعالى. أهلا بكم في المساحة الصباحية وكل تحايا الحب والاحترام لفريق العمل معاكم، والصباح السعيد باهي. سنية صباح الخير عليك. صباح النور. طبعا العيدية بتاعتنا حاجة تلبع شوية. كيف أصبحت الليلة كويسة؟ تمام والله الحمد لله. كل سنة وأنت طيبة إن شاء الله. وأنت طيب. العيد كيف معك؟ ظريف حلو شديد، لكن مثلا أنا نباتية، عملت مكرونة وقعدت غايته. هي قالت نباتية ما بتحب اللحمة، ما بتاكل اللحمة. مع أنه جلال قال لي يا أخي قول لك الكمونية كيف وكيف. ما بحبها، ما أنا نباتية أصلا، ما بقرب على اللحمة أصلا. طيب فطورك شنو في العيد؟ مكرونة. مكرونه ناس مكرونه وبيض واندومي وطعميه وحاجات دي. ايوه لا انا غايته يعني الله يعينك، لكن احنا الخروف ده ما نفضل منه الا الراس والقرون، بنقدم لجلال لانه عنده مزاج مع الباسم. صح يا جلال؟ صباح الخير عليك تاني. احنا الليله عايزين قهوه ظابطه كده مع المشاهدين والجو اللطيف ده. حاضر. والبخور والقعده السودانيه السمحه. حاضر. حبابك يا سنيه صباح الخير وكل المشاهدين بنحييكم، وتحايل الفريق العامل دائما واصلاكم عبر البث، ونمشي لكورال كلية الموسيقى والدراما فلق الصباح زوري، نسمع وننطرب ونرجع نكمل في صباح الخير يا بلد. أهلا بكم من جديد وصباح سعيد على كل الناس اللي بتتابع ده الصباح كما ينبغي له أن يكون، بانطرابه وبدوزنة بتاعت أعواد وأصوات جميلة تخرج من أفواه هؤلاء الشباب الجميلين كلية الموسيقى والدراما. اليوم التحية وين ما كانوا، وفلق الصباح من الأغنيات الوطنية، الأغنيات اللي بتعكس شكل السودان الصباحي عامل كيف. فكلنا عارفين الجمال السوداني بيكون يعني في بساطته وفي لطافته، خصوصا لما يكون الجو بالامتيازات الحاضرة دي بيكون عامل كيف. مما تبدأ تفاصيل الصباح بتلقى مثلا في أقرب سوق أو أقرب محطة بتاعت مواصلات أو تاكسي أو عربية بتلقى ست الشاي بترمي في الزلابية، بتلقى تفاصيل شاي اللبن، الناس اللي بتشرب قهوة الصباح، الناس اللي بتشرب الشاي السادة، الناس اللي في المواصلات الماشية على شغول، الموظفين في الوزارات، طابور الصباح والمدرسة والروضة، الحاجات دي مهما اقتربت وسافرت بتحن لها، ودي أهل بتجيبك يعني قدر ما البلد دي وضعها يصعب برضو أنت بيعاودك الحنين يا قلبي زي ما قال يا مولاي يا من غلبي. فصباحكم تاني مليان بالخير وباليمن والبركات، والليلة الصباح مفتوح للتهاني والمعايدات والمطايبة والعفو والعافية، وكل زول عنده مشكلة مع زول يصافيه على الهواء ويقول له كل سنة وأنت طيب، العفو والعافية، الدنيا عيد وما فيها حاجة. ومعروفة الدنيا شكل العيد بيكون عامل كيف، مليانة بالتسامح وبالمحبة ومليانة بقهوة السنية السمحة. شكرا لك يا سنية. العفو. يديك الصحة والعافية. دي عيدتي. ايوه دي عيدتي، كان مفترض اجيبها لك من قبل لكن ما في مشكلة. اي بين الفواصل. طبعا من المفارقات انه هنا في عصير وانه في قهوة، لكن ما مشكلة عشان صحة الاسنان نقوم نبدا بالحاج او تبدا بواحدة، لكن تدي مسافة عشان تبدا اذا بديت بالبارد بعدك تبدا بالساخن. صح؟ طيب ما ده بيبسي يا جلال. دي قهوه اللون واحد ما هو مشكله، الاسود دائما انيقه فخي ما بيشرب ايزول. فنستقبل اتصالاتكم جميعا على ارقام التواصل الموجوده الان اسفل الشاشه، واحكوا لنا العيد كان عندكم عامل كيف، الناس اللي عيدت في الاقاليم، الناس اللي عيدت في الخرطوم هنا، الناس اللي مشوا لبيت الكبير، معروف اللمه عامله كيف في العيد. والعيد اصلا لمه يعني ما طعم اللحم، وفي ناس ما نباتيه لكن بيستمتعوا، او ما بياكلوا لحمه لكن بيستمتعوا بطعم العيد،